أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. لو عالشمال وسواس على اليمين النجاة، ربك ساترها عن الناس عادل ولا ما بالله. لو عمر خط متقاس محسوب على الأعداء، لو عالشمال وسواس على اليمين النجاة، ربك ساترها عن الناس عادل ولا ما بالله. لو عمر خط متقاس محسوب. مش أي حد في الامتحان عدى وفلا، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. مش أي حد في الامتحان عدى وفلا، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. لو عالشمال وسواس على اليمين النجاة، ربك ساترها عن الناس عادل ولا ما بالله. ده العمر خط متقاس محسوب على الأعداء، لو عالشمال وسواس على اليمين النجاة، ربك ساترها عن الناس عادل ولا ما بالله. ده العمر خط متقاس محسوب. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوياه. انا كنت فاكرة اني اشطر من كده، ان انا خبي. بص يا ايمان، انا لا عايزك لا تخافي ولا تتخنقي ولا تزهقي ولا تقلقي، انا جنبك واقسم بالله لو طول اديك عينيا انت وملك هديها لك. تحمليش هم اي حاجه. تتجوزني؟ أنا أسفة جداً.
ترى يا محمد بتحبني أكتر ما بحبك ولا أنا اللي بحبك أكتر؟ وكلامك ليا قبل الجواز كان كلام بجد ولا مجرد كلام وخلاص؟ هو أنت مشغول عني بجد يا محمد ولا بتتحجج بالشغل؟ في حاجة تانية هي اللي شغلاك؟ نفسي أدخل جواك وأعرف بتفكر إزاي. وبعدين يا كرامي، معقول ننسى حاجة زي كده؟ أنا بصراحة نسيت موضوع المخزن دي. معقول؟ البضاعة تجي الصبح وما عندناش مخزن ليها؟ يا جدع اشرب اشرب بقى، خليك تنسي. اشرب ايه بس؟ أنا لو شربت عسكر ومش عارف أفكر. فكر ليه؟ ما تشرب وأهداف باشا، اشرب. اشرب ايه بس يا منير بيه؟ اسكت، ده احنا مورطين ورطة سودة. مورطين ايه يا راجل خير؟ مورطين ليه في ايه؟ اصل بصراحة كده جايلنا بضاعة مش لاقيين لها مخزن. يا راجل تاهت ولقيناها، المخزن عندي تحت، حطوا فيه اللي انتوا عاوزينه وادفعوا الرئيس. ايه ده؟ انت عندك مخزن؟ امال ايه؟ امال البضاعة دي كلها بعينها فين؟ خمرة ومزة وخضار كل حاجة. ايوه بس يعني البضاعة اللي جاية دي بضاعة مشمومة. يعني ايه مشمومة؟ ماشي عليها بورصة لا مؤاخذة ولا ايه؟ يا عم أي حاجة، لبن أطفال منتهي الصلاحية، لحمة فزدانة، خضار بايظ، أي حاجة شايل. لا 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 ده ولا ده. لا يبقى الحكاية بقى متبطنة بحاجة تانية خالص. لا متبطنة سلاح. سلاح يا ولادي اللذينة، ده أنتوا طلعتوا جزء الغام. ماشي أنا متفق معاكم، راكب الحكاية دي. وبمناسبة السلاح بقى، فرق علينا زاد شمبانيا. ضابط مطرود من الداخلية كان يشتغل مكافحة التهريب، وهو بيساعد دياب على كل العمليات بمصر وبهرب له سلاح. ضابط مطرود من الداخلية وبيشتغل مع دياب، والله طلع منه قليل دياب هيدا، طلع ابن. ايه وحقه يشوف حاله علينا. بيشوف حاله على كل الناس إلا علي أنا. على كل، لاقي طريقة أنك تتصلي بهذا الضابط، ما زلت تعرفي اسمه، ورتبي لي مقابلة معه لخليه يشتغل معنا نحن. وافترض أنه رفض يخونه؟ طالما من الضباط اللي بيركضوا ورا مصالحهم، فلما بعرض عليه أنه يتشارك هو دياب، بدون شك رح يبيعه ويشترينا. طمع فضيلي ولا تنسيت يا ديدي؟ ما بنسى ابدا كل شيء بتعلمه منك. توحشت الجو يا حاج. وانا كمان يا ديان. منصور ازيك يا واد؟ مالك يا حاج؟ مش مبسوط اني رجعت ولا ايه؟ بالعكس، ده انا ما كنتش مبسوطه في بعدك عني وحسب الملل، وحاسه كده ان همومي تبقى على نفسي. وماشي ايه؟ حصلت حاجة؟ لا كل خير، بس شكلك ده مش واخدة على عيشة في مصر، وبصراحة بصراحة جلجانة على أمي. اطمني، أنا كلمت وهدان وقلت له جيب أمك تقعد معك يومين، وخواتي كمان أصلت وحشتهم. صح يا دياب؟ أيوة صح. ربنا يخليك لي. وخليك أنت. جابر أخبار وين؟ بخير الحمد لله. أمال فين؟ ما تستعجلش قريبان. تعال يا تعال يا عمكم يا عمكم يا عمكم. دين حب يا واد، دين حب. انت بك حب يا واد. ولا يهمك يا ايمان بقى، هو انت كنت ارتكبتي جريمه عشان تعملي في نفسك كده؟ يا ستي هو الخسران مش انت. يا منيره انا خسرت مش هو اللي خسر. خسرتي ايه ان شاء الله؟ منيره خسرت كرامتي، انا بقى شكلي قد كده، انا غلطانه اصلا ان انا سمعت كلامك. يا ستي محدش عارف النصيب فين ولا الخير فين اساسا، وبعدين مش معنى تردده كده انه رفض الجوازه، ما يمكن عنده ظروف. من فضلك يا منيره مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني، سيبيني في حالي. بصراحه يا طاهر مش عارفه اقول لك ايه. يا ستي انت تقولي اللي انت عايزاه، ده انت تؤمري واني انفذ. ما هو انا ما اقدرش انكر رجولتك وجدعنتك معايا، ده انت الوحيد اللي وقفت جنبي في محنتي ورجعت لي، بس ده يعني ما يخليني. بس ايه يا ست شاهين دي؟
بس ده مش سبب كافي ان احنا نتجوز. ليه؟ ليه بتقولي كده؟ ده اني مستعد اعمل اي حاجة عشان ترضي بي. انا عن نفسي مقتنعة بيك، بس اهلي اني الحمد لله ربنا كرمني وبقيت راجل اعمال قد الدنيا وخلاص. اني قدمت ورقي وناوي ادخل انتخابات مجلس الشعب. ايه ده يا طاهر؟ انت بتتكلم جد؟ جد الجد يا ست الكل، امال ايه؟ الله، مش لازم ابقى لايق عليكي. بصراحة يا طاهر انت كل يوم بتفاجئني من ساعة ما عرفتك. المهم تكون مفاجأتي حلوة. لا هي حلوة، ويعني بصراحة انا شايفة ان انت انسان طموح وعايز تثبت نفسك وبتقنعني بيك اكتر كل يوم. ايوه كده. سلام باللي ريقي بقى بكلمتين حلوين، ولا يعني هي جت علي؟ طاهر هو ايه موضوع جت عليا جت عليا اللي كل شويه بتقولها دي؟ مش حلوه يعني، بلدي قوي. هعمل ايه بقى يا ست شاهين دي؟ معلش القافيه تحكم، بس اوعدك اني هحاول ما اقولهاش تاني بعد كده. بس انت كمان لازم توعديني انك تفكري في موضوع جوازني. مساء الخير، ازيك يا امان؟ خير يا حسام، عايز ايه؟ كان في موضوع كنا اتكلمنا. انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، انا اسفه لو تعديت حدودي. اسفك مقبول، بس انا ما خلصتش كلام. خير، عايز ايه؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني جواز؟ بكرهك. أنا دلوقتي بس عرفت ليه الرجالة هما اللي بيتقدموا للستات. البضاعة اهي قدامكم زي الفل. جماعة الصينيين جافوها لغاية هنا، وأنا شلتها في الحفظ والصين في الصون. لا ما احنا إن شاء الله ناويين يعني نجيب لك بضاعة تانية. لا، البضاعة التانية بقى لازم تيجي متسرسبة متكبرة، أنا معايا شريك وما يعرفش الموالدك خالص. لا اطمن، من ناحية السرسبة هنسرسبها زي ما أنت عاوز. روح هشغلها سرسبة عليك. إيديكوا بقى المعلوم. معلوم إيه؟ الله، التكمير والتخزين، أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ يا سيدي يا مساهل، حلال عليك. كام دول بقى؟ 10,000 جنيه. قشطة باشا، ربنا يكرمكم. وليك زيهم كل أول شهر. ماشي، وإحنا خدامين الأساتذة. بالقشطة يا حبيبي. اتفضل يا شريكي. يا سلام. أهو الواحد بقى كده يشفط بطنه ويعد. بابا. 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 إيه؟ أنا جعان. ما طبختش النهاردة. طب ما أنا عايز آكل. خلاص روح على المطبخ افتح التلاجة طلع اي حاجه كلها، يلا روح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلوه، شرفت بيتك يا اختي، اهلا وسهلا. جرى ايه يا شلبي؟ مالك؟ مالي وجرى ايه؟ جرى انا خلاص اتخنقت من شغل البيت، طول النهار اطبخ واغسل وراعي لك في العيال. بذمتك انت مش مكسوف من نفسك وانا بدي لك 1000 جنيه في الشهر عشان تقعد تربي عيالك بدل ما انت قاعد كده في البيت؟ وفريهم يا اختي، هتريك بيهم شغالة، أنا خلاص اتخنقت من شغل البيت وقعدة البيت، أنا راجل يا جدعان مش ست. هو حد قالك يا أخويا اقعد اتنيل في البيت؟ مش أنت اللي رفدت نفسك وقعدت زي القرمة في البيت لا شغلة ولا مشغلة؟ خلاص، من النهاردة هشتغل. أهلاً حبيبي. إزيك يا عماد؟ إزيك يا ماما، وحشاني. الحمد لله يا حبيبي، وأنت كمان وحشني، كويس إنك جيت عشان تتغدى معانا. بقول لك إيه؟ إيه؟ بارك لأخوك. أبارك له على إيه؟ هيتجوز ايمان خلاص، يلا ابارك له. مش هنتغدى يا ماما ولا ايه؟ هاي يا حبيبي حالا اهو. ايه الكلام اللي امك قالته لي ده؟ اللي هو ايه؟ انت هتتجوز ايمان يا حسام؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت هتستعبط؟ ما انت فاهم وانا فاهم فيها ايه؟ ولا عايزنا اتكلم واقول فيها ايه؟ انت تقصد يعني علشان اللي حصل؟ ايوه، عشان قتلت جوزها، ده انت اللي حارمها منه. قتلته من غير قصد، وانت عارف كده كويس يا محمد. اتجوز اي واحدة، اي واحدة تانية، ما حبكتش ايمان، انت ايه يا اخي ما عندكش قلب؟ انا عشان عندي قلب هتجوزها، لان دي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اكفر بيها عن ذنبي وتحت عيني اخد بالي منهم وراعيهم. انت هتستعبط يا حسام، ما انت ممكن تراعيهم من غير ما تتجوزها، ما حبكتش تتجوزها. ما ينفعش، احنا في مجتمع شرقي يا محمد،
ودخولي وخروجي من غير جواز هيبقى شكله بايخ، ده غير بقى الشوشره وكلام الناس. انت عايز تقنعني انك هتتجوز عشان كلام الناس؟ والله دي الحقيقه ودي نيتي. انا كل يوم بكتشف فيك حاجه جديده ما كنتش هتصورها. اذا كان انا نفسي كل يوم بكتشف فيا حاجات غريبه ما كنتش اتصورها يا محمد بيه. ماما مش هنتغدى ولا ايه؟ بقول ايه يا حكمت؟ خير يا ابو منصور؟ قوم البسي، خلينا نطلع ونسهروا شويه. نطلع ونروحوا فين بس ونسيب منصور صغير نايم؟ هو مش نايم؟ ايوه بس افرض صحي لازم يلاقيني جاره. تعرف ايه؟ انا مش عارفه اتلم عليكي خالص اليومين دول. ليه؟ هو انا مشغول عنك بمين؟ مش بولدك؟ لو عايز تسهر خلينا نقعد ونسهر هنا اهو ناخده بحس بعضينا. لا 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 انا صدري طابق وعاوز اشم شويه هوا. يلا سلام. يعني كده خلاص الفوكس داخل القفص والامبيانس هيبقى زغريت على الاخر. شكلها كده يا اريان. استاذ حسام. او مون ديو. ما بلاش القفص يا فوكس. اسمع العربيه. افندم. في احكي معك موضوع كتير مهم. في احكي معك؟ طبعا فيكي تحكي معي بس اتشرف بحضرتك. بس نقعد مع بعض ونحكي رح تعرف مين انا. سوري ما بحبش المفاجآت وعندي شغل ومش عايزه اتاخر على مواعيدي. بس مش اهم من شغلك مع دياب مش هيك؟ يا هلا يا هلا منورين يا بهوات. منور يا دياب وبيه. منور بيك يا عم مليدي. عاوزينك بقى توصلنا على عشوه معتبره على شرف دياب وبيه. سند غالي عندنا جوي وعايزين نكرمه جوي جوي جوي. من عينيا يا كامل بيه غالي والطرب رخيص. بقول لك ايه؟ احلى عشا عندك في المحل للبهوات. عينيا. منورين يا بهوات خدوا راحتكم. نورك. طمني يا موني ايه الاخبار؟ كله تمام يا مليدي. زمان العمارة دلوقتي بتتهد على رأس السكان. ربنا يطمن قلبك يا أخي. مين بقى الوجه الجديد اللي قاعد مع كامل وهدان ده؟ شكله كده المورد بتاع بره. لأنهم محترمينه قوي وعايزين يقضوا له صوابعهم العشرة شلة. المورد بتاع بره؟ اه. بس فرصتي وجات لغات عندي. بعد إذنك. معاك ربنا. يا مساء العنب منير عز الدين صاحب الكباريه المتواضع اللي سيادتك شايفه ده. لا بصراحة باشا يعني عاوزين نتعرف على سيادتك وخدامينك. وبالمناسبة الحلوة دي كادو بسيط كده العشاء والمشاريب على حساب النهاردة. ملوش لزوم كده كتير يا عم منير. كله عشان خاطرك يا وهدان باشا انت وكامل باشا. فرجوا بقى كده وفرفشوا في بروجرام عندنا حلو قوي. فرجوا على أحلى رقاصة. سلام. مش كل الناس محظوظين مثلك. وانت شايفة بقى ان انا حظي حلو؟ اذا الباص الكبير حابب يشوفك فحظك حلو كتير والبواب كلها رح تنفتح لك. الباص الكبير شخصيا عايز يشوفني ليه؟ شكله حابب يعمل بزنس معك. معانا؟ طب ما الاولى ما تاخذنيش طبعا يا ديدي يعني يشتغل مع الراجل بتاعه دياب. لا دياب خلاص شبع بعدين طمع كتير وعمي ونسي حاله. نحن هلا عم نفتش على بديل عنه. عم نفتش على بديل. وانا بقى البديل؟ اذا نجحت بالامتحان. ده لسه في امتحان واعمال سنه و الامتحان هو انه لازم البيك بوس يعطي ابروفل عندك. واللقاء ده حيبقى فين ان شاء الله؟ انا رح دبر لك موعد سريع كتير بتطلع بتسافر وبتتقابل. وصدقني هذه السفره رح تغير لك حياتك كلها. رح تصير حسام الهلال الجديد
ومن بعد ما كنت عم تتقاسم الرزق مع غيرك رح تكون الملك، ملك السلاح بمصر. عم حسام الهلالي جديد، واضح انه فهم شغلته منيح ومتمكن من حاله. انت متاكده من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو افضل شخص ممكن ياخذ محل دياب بمصر. رتبي لي موعد معه عندي بكرواتيا. اوكي، كونجراتشوليشنز، مبروك. انا شفت الموت بعيني ايمان، ما انا قلت لك خليكي قاعده معايا يا ماما. الحمد لله حضرتك قدر ولطف، وكويس قوي انها جت لحد كده. المهم طمنيني، عمر اخباره ايه؟ عمر تعبان قوي، الجيران نزلوا فيه ضرب، فاكرين ان هو اللي جاب الونش عشان يهد العماره. طب ده قال له اجيب يعملوه معايا. حرام عليكي، بدل ما تطمني على اخوكي في المستشفى. مستشفى؟ هو الموضوع وصل للمستشفى؟ ايوه طبعا، مش الجيران كلهم نزلوا يضربوه؟ والله يستاهل. حرام عليك، يستاهل ايه بس؟ والست لولا ما نبقاش متضرب جانب؟ ست لولا اختفت جسوسه، وقت الضرب ما لقيناهاش، لكن وقت الاسعاف ظهرت. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يطمنك عليه ويقومه بالسلامه. بقول لك يا امان، انا هسافر بكره اوروبا يومين ثلاثه كده وراجع ان شاء الله. يعني ايه تسافر بكره؟ انت ليه ما قلتليش قبل كده؟ شغلانه جت طياري على السريع كده، لازم اسافر لها، وهسيب لك هنا دولار وريان عشان ياخدكم تشوفوا الفيلا الجديده اللي انا جبتها عشان تبقى بيتنا ان شاء الله. فيلا مره واحده؟ بس انت جبت فلوسها منين؟ بالقسط، بالقسط وعلى 7 سنين. ليه تورطنا في قصاد بقى؟ حرام عليك يا حسام. ما تقلقيش، خير ربنا كتير والحمد لله. بعدين مفيش حاجه تغلى على ملوك عشان تلعب في الجنينه والبسين. هو في بسين؟ في بسين يا حبيبتي، في بسين يا غاليه، يا غاليه يا بنت الغاليه. تفضل. اهلا وسهلا استاذ حسام. اهلا بيك. لا 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 لا، ماليش فيك. لحظة على اذنك. اهلا يا حسام. اهلا يا فندم. تفضل. للحقيقه سمعت عندك كتير اشياء، وهذا اللي خلاني اهتم اني اشوفك شخصيا. يا رب تكون حضرتك سمعت خير. لحد هلا خير، انما اللي ممكن يكون من وجهه نظرك خير ممكن يكون من وجهه نظري شر، والعكس صحيح. صحيح، كل واحد ونيته يا مستر البير. وبناء على اللي سمعته بدي اياك تشتغل عندي، وبالتالي تترك دياب، وهيك بصير لك كيان خاص فيك. طيب مبدئيا يا مستر البير، انا ما بشتغلش عند حد، انا ودياب شركة مش بشتغل عنده. بس انت معنا رح تكسب كتير. انا مش عارف انتوا بتعملوا فيا ايه بالظبط. هو انتوا بتحلوا لي الدنيا وتطمعوني، ولا بتمتحنوني، ولا ايه؟ نحن بنعرف كل حكايتك مع ابن البطاش حسام. والله طالما بتعرفي كل حكايتي مع ابن البطاش، يبقى اكيد تعرفي ان في بيني وبين ابن البطاش ديل، وانا كلمتي عقد. انت كيف قدرت تشتغل معه وبيناتكم دم وطار؟ والله يا انسه ديدي، المصالح بتتصالح. والطمع فضيلي، وبعتقد اللي مثلك حابب يطلع لفوق حتى ما يبقى تحته يتدعوس بالإجرام. مش كل الناس تداس برجلينا مستر البير، في ناس عضمها ناشف، تيجي تدوسها برجليك رجليك تتقطم نصين. واسمح لي بقى، طالما قررنا نلعب بوكر على المكشوف، انا ما عجبنيش الخمسه اللي انتوا دخلتوا عليا بيهم دول. هي تقول لي اتفضل وعاملين لي جو كده مش ولا بد للمؤاخذه، وانت ماسك واحد عمال تبكس له ومسكوني من رقبته، ايه بتخوفوني يعني؟ بتهتوني؟ انا لا بخاف ولا بتهت وما باكلش من الكلام ده. اسمعني،
تعرف انه اول مره واحد بيحكي معي بهالطريقه وما بزعل منه؟ وادعي لربك اني ما اكون غلطان. ولمؤاخذه انت كمان اسمعني منيحه يا مستر البير، انا لما جيت لك هنا جيت بكيفي مش غصب عني علشان اعرف نظامك ايه. وعرفت؟ عرفت. عارف يا مستر البير اللي زي حضرتك زمان كانت شغلتي اقبض عليهم وارميهم لمؤاخذه في السجن. هذا كان وكان فعل ماضي. خلينا نحكي بالمستقبل، والمستقبل بيقول انك رح تشتغل عندي، يعني رح تشتغل عندي. حسام ما تشوف حالك علينا، انت منك ملك، غاطس بالغلط. غاطس بالغلط بكيفي تمؤاخذه. حسام لوين رايح؟ المقابلة انتهت. حسام 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 لحظة لحظة بفضل. ما تزعل من مستر البير، هو كان متعصب شوي، شفت المشكلة قدامك. بس بصراحة أنا كنت حابة أقول لك شيء كثير كثير أثرت فيي هلأ، أول مرة بشوفه للزلمة متوتر هالقد. واضح إنه كان متوتر يا ديدي. شكلك أنت كمان متوتر، يمكن بدك شوية ريليف. بقول لك إيه، لو فكرت في الريليف اوعدك مش هلاقي احسن منك، بس انت جيتيلي متاخر. انا راجل مرتبط ودقه قديمه ومليش في النوع ده من الغلط. ليه تجاره السلاح مش غلط؟ انا قلت لك النوع ده من الغلط، ما هو الغلط انواع. يعني اختصاصات الغلط. الله يفتح عليكي، غلط اختصاصات. دعانك بالصح يا حسام، انت كنت حتكون كتير حلو بالغلط. طب اخد تاكسي ولا هتوصليني في البلد اللي انا مش فاهم فيها حاجه دي؟ معقوله تاخد تاكسي ولا حياتي؟ تعال انا بوصل. ما قلت لك ماليش في النقطه من الغلط. اتفضل. حسام تليفونه مقفول، طاهر بقاله مده مختفي. ايه يا وهدان؟ علمي علمك يا سيدي. وهدان شوف لي الحكايه. بالاسنان. مش هتكبر انت؟ مش هتكبر عاد وتساعد ابوك؟ ده انت من زمان وانت صغير. اديني حب كمان حب. وتنتخبوا مين؟ المصلحين. وحبيبكم مين؟ المصلحين. تنتخبوا مين؟ المصلحين. وحبيبكم مين؟ المصلحين. ودلوقتي اخويا طاهر عايز يقول لكم كلمتين. اتفضل يا سياده النايب. سقف يلا سقف. شكرا 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 يا اخواني شكرا. انا عايز اقول لكم ان انا منكم وبيكم، ولازم تعرف ان طاهر المصطهي اكتر واحد ممكن يحس بمشاكلكم. ليه؟ لأنني فلاح ابن فلاح ابن فلاح. فلاح الزان وانت ما عندكش أرض. إيه؟ انت اللي بتقول كده يا شندويلي. ماشي ماشي يا شندويلي. طب ايه رأيك انني عندي أرض واشتريتها من زمان، 10 فدادين في الناحية الجبلية. بس أنا يا اخواني ما برضاش اقول الكلام ده عشان اراعي شعور الغلابة، الغلابة من التنين اللي ما حلتهمش اللضة. زي كده يا شندويلي. يا سلام على الإنسانية. الله أكبر. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. تنتخبوا مين؟ المستهل. وحبيبكم مين؟ المستهل. إن شاء الله إن شاء الله لو انتخبتوني أحل لكم كل مشاكلكم مع الجمعية الزراعية. لا مش بس كده، ده أني حبني لكم مستشفى، والخير حيعم علينا كلنا. وساعتها ساعتها هشكر كل اللي ادوني صوتهم، واللي ما ادونيش برضو هشكرهم، واللي ما ادونيش صوتهم هبقى عارفهم بالاسم يا شندويلي. واخد لي بالك؟ بالاسم، بس هبقى عارفهم عشان اسامحهم، لان أني قلب كبير. واني بقالي 5 سنين بشتغل في الوحدة الصحية
ولسه ما ثبتتش. وانا كمان بقالي سنه شغال في جمبريه الميه ما ثبتتش لحد الوقت ابدا. ايه هتتثبت والنعمه الشريفه لا تتثبت. ماني بثبتكم اهو. بتتكلم بجد ولا كلامه خلاص لحد ما تخش المجلس؟ ايه اني كلمتي واحده ولا يمكن ارجع في كلام ابدا. اخويا طاهر ما يرجعش في كلامه ابدا. وانت تنتخبوا مين؟ المستاهل. وحبيبكم مين؟ المستاهل. تنتخبوا مين؟ كده برضك يا طاهر تطلقني وترميني الرميه دي انا والعيال؟ اخسى عليك يا خسيس يا ند. اسمعوا يا خال، الراجل ده واطي ومعفن، اوعوا تنتخبوه. ده ايه اللي جابها دلوقتي؟ بقينا هننفضح يا اخو. ده كلام تقوليه؟ ده كلام تقوليه يا ابو البنات؟ هو في حد برضك يسيب مراته ام عياله ويرمي ضناه؟ ده اني ما اقدرش استغنى عنكم. ايه امال طلقتني ليه؟ اني طلقتك عشان كنت نازل مصر، يعني رايح للمجهول يا وليي. اني كنت خايف عليكي، خايف عليكي انت والبنات، لا تتشرطوا ولا يجرى لكم حاجه. طب ايه رايك انني قدام الناس كلها مستعد اردك، بس انت توافقي يا ست الكل؟ موافقه. تنتخبوا مين؟ المستاهل. وحبيبكم مين؟ المستاهل. تنتخبوا مين؟ المستاهل. وحبيبكم مين؟ المستاهل. تنتخبوا مين؟ المستاهل. وحبيبكم مين؟ المستاهل. تنتخبوا مين؟ شكلنا اتورطنا يا اخويا. ايوه اتورطنا، بس الورطه دي هي اللي هتنجحنا في الانتخابات. تعالي يا قط. بنات وحبيبكم مين؟ مستاهل. حقيقي انا بعتذر لك على سوء التفاهم اللي حصل بيننا. واعتذارك مقبول يا مستر البير، ولا يهمك. ما كنا نعرف انك بتحب دياب لهالدرجه. انا اكتر واحد بيكره دياب، بس زي ما قلت لكم في بيني وبينه اتفاق وانا كلمتي عاد. ومنشان هيك نحن حابين نتعامل معك بالطريقة اللي بتريحك وبتمشي لنا شغلنا. مستر البير، قلت لحضرتك أنا مش بديل لحد. وبعدين اسمحوا لي يعني سؤال، أنتوا إيه اللي قلبكوا على دياب مرة واحدة كده؟ أنتوا كنتوا حبايب. الحقيقة دياب صار طماع زيادة عن اللزوم ومش عم يسمع الكلمة مثل الأول. تمام، أنا موافق، بس بشرط احتفظ بحقي في التعامل مع دياب علشان ما بقاش كسرت الاتفاق اللي بينا. ونحن متفقين معك، بس بدنا اياك تتعامل معنا مثل ما كنت تتعامل معه، وصدقني رح تكسب اكتر معنا لما نشوف. واثباتا لجديتنا بحديثنا، عندي شحنه اسلحه صغيره خارج المياه الاقليميه المصريه، قادر تفوت لي اياها؟ فاتت، اعتبروها فاتت. المهم نسبتي. قديه بدك؟ يعني علشان أول مرة حنتعامل مباشرة ممكن أعمل لك ديسكاونت يا مستر البير، 5%. كويس؟ أنا موافق. ديل. ربنا يا رب يقدرني ويسعدك انت وملوكه. بالمناسبه انا في شويه حاجات فنشتها في البيت على اللي انت كنت عاملاه، بس على ذوق، يا رب تعجبك. ايه رايك؟ تمام، حلو قوي. عايزه انام يا ماما. تعبت حياتي. حاضر يا حبيبتي، انا اذنك. معلش يا حسين. براحتك. تصبح على خير يا ملوكه. Thank you.
وصلت موضتها؟ قوي. أنا أسفة. أسفة؟ أسفة على إيه؟ على ملك. ملك دي بالذات تعمل اللي هي عايزة. عارفة لو ما كانتش هي شبطت فينا وجت معنا كنت أنا اللي هشبط فيها واجبها. يعني أنت بجد مش متضايق؟ متضايق من إيه؟ أنت مجنونة؟ إحنا اتجوزنا عشان نتلم كلنا سوا، مش عشان هي تبقى في حتة وإحنا في حتة. طب إيه؟ ايه؟ اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا انا مش جعان، لو انت جعانه ممكن انا اقنق معاكي كده وانسك. لا مش جعان. تمام تمام. الا صحيح كنت عايز اسالك سؤال، مين الرزل ابن الرزل، سوري في اللفظ يعني، اللي اسمه شلبي اللي كان موجود في الفرح؟ هو فعلا انسان رزل، ده جوز منيره اخت معتز الله يرحمها، مطلع عينها يعني. الله يرحمها. عمل لك شاي؟ شاي؟ تصدقي خدتيها من على طرف لساني؟ انا لسه كنت هطلب منك شاي بس كنت مكسوف بصراحه. طب عايز كام سكر؟ على واحد. تسلمي لي يا حبيبتي. ميرسي. تسلمي لك. شكرا. ده الواحد سكر. هو عمر اخوكي ما جاش الفرح ليه؟ لسه مرمي في المستشفى بسبب مراته ام كعب محني. ام كعب محني؟ مش لايقه عليك يا ايمان، جبتيها منين دي؟ عجباني. حبيبتي ما انت دايما بتنامي لوحدك. ده كان في بيتنا. ما هو ده بيتنا برضه يا لولو. ايمان سيبيها، تعالي ملوكه، تعالي يا حبيبتي. ملك هتنام في حضني النهارده. قولي لمامي تصبحي على خير. تصبحي على خير يا ماما. تصبحي على خير يا روح ماما. تصبحي على خير يا ايمان.
راحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص مورد وسيرك وهيصة وميغة ولعبة عالي في الكواليس الكلمة صبحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص قبل السماء والهوى والشط الدنيا دي قانونها اتحط من أول مشهد في الدنيا حصل صبحت ليها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها